عندما بدأت الأمور تتحسن بين ديلان وباران على ما أزاد السر في القصر. هذا السر كما خمنت هو جرح الخنجر الذي تركه ديلان على باران. ديلان في وضع صعب. لقد ذكرنا في ملخصاتنا السابقة أن أزاد سيعرف الحقيقة. في واقع الأمر حدث ذلك. لقد علم من المسؤول عن الخنجر العالق في صدر أزاد باران. هذه الحقيقة دفعت أزاد إلى الجنون، لأن ديلان يمثل مشكلة كاملة لأزاد. منذ وصوله كان الدم والألم مستمرين في القصر، تماماً مثل اسم المسلسل. ديلان هي زهرة الدم، فإلى جانب جماله فهو يحتوي أيضاً على الألم. على الرغم من أن باران يحاول الوقوف ضد أزاد، إلا أنه من الصعب جداً تحقيق ذلك. أزاد كالرصاصة التي تخرج من البرميل، والاتجاه الذي ستذهب إليه هو قلب ديلان. سيتم طرد ديلان. بالنظر إلى كل هذا، يمكننا بسهولة أن نخمن أن أزاد سيرغب في إيذاء ديلان. ديلان، من ناحية أخرى، يشعر بأسف شديد. يعتقد أن باران خان كل نواياه الطيبة، ولهذا السبب يواجه التشاؤم. لكن الأمور لن تستمر على هذا النحو. سيتحمل باران المسؤولية مرة أخرى، وسوف يفعل كل ما في وسعه لحل المشاكل. سيحاول أولا حل المشاكل مع أزاد. إذن سوف يرغب في ترسيخ مكانة ديلان في هذا القصر مرة أخرى. على الرغم من كل هذا، يجب أن يحدث شيء ما لكي يكتسب ديلان الثقة بالنفس. وتخميننا هنا هو أن ديلان سيوضح قضية جيهانا التي أصبحت يلفها الغموض. إذا تمكن ديلان من تحقيق ذلك، فسوف يستعيد سمعته في القصر وسيواجه الأشرار وقتاً عصيباً. قلنا أن الأمور ستتحسن كل يوم بين ديلان وباران. ورغم أن الثنائية يتحرك في هذا الاتجاه، إلا أن شكوك باران لا تزال مستمرة. من ناحية أخرى، أزاد لا حول له ولا قوة في مواجهة موقف جيهان. ويبدو أن هذا الغضب الذي يتزايد يوماً بعد يوم داخل أزاد سينفجر خلال وقت قصير. إذن ما الذي ينتظر ديلان وباران؟ ماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟ أزاد أصيب بالجنون، ولا تزال إعاقة ابنها تشكل صدمة كبيرة لأزاد كل يوم. يواجه جيهان صعوبة في التحرك بشكل مريح، ناهيك عن اتخاذ خطوة. أزاد غاضبة جدا لأن ابنها عانى من نفس المصير الذي عانى منه زوجها. ويرى أن ديلان، الذي كان يسبب المشاكل منذ يوم دخوله حياتهم، هو المسؤول عن هذا الوضع برمته. وسوف يتحول إلى خطر كبير على أزاد ديلان في الحلقات القادمة. بسبب الخطط الموضوعة لديلان، قد تعاني ابنتك من نفس مصير جيهان. العبء الأهم هنا يقع على عاتق باران، كما هو الحال دائما. خطة ديلان، من ناحية أخرى، لا يزال باران يعاني من مشاكل الثقة بالإضافة إلى كل هذه المسؤولية. نعم، لقد أعاد ديلان باران إلى الحياة بأفعاله، لكن أثر الخنجر المغروس في القلب لا يزال موجوداً. سيتخذ ديلان الإجراءات اللازمة لمحو هذا الأثر. سوف يشك باران في هذا الموقف. سوف يعتقد أن ديلان يضع خططاً سيئة. لكن صدمة كبيرة ستنتظر باران عندما تنكشف الحقائق. سير باران أن ديلان يفكر فيه. ستتحول أفكار باران السيئة هذه إلى ندم كبير عندما يواجه جهود فتاة طيبة القلب. سيقوم ديلان بتنظيف هذه البقعة السيئة التي تركته عليه. وبعد هذا الموقف سيزداد الحب والتقارب بين الاثنين أكثر من أي وقت مضى. إن الزواج الصعب بين الزوجين اللذين يقتربان من بعضهما البعض خطوة بخطوة سيصبح حقيقة. ديلان سامح نفسه. تستمر الإثارة بأقصى سرعة في سلسلة زهور الدم. تسبب اختفاء ديلان وباران واللجوء إلى منزل في الغابة في لحظات مقلقة للغاية. مرض باران وكان معرضاً لخطر الموت لأنه فقد الكثير من الدم. ومع ذلك، مثل الجينية السحرية، حول ديلان هذا الكوخ المهجور إلى منزل دافئ. وبشفاء باران،
كان قد سامح نفسه في وقت ما. إذن إلى أي نقطة ستجلب كل هذه الأحداث الزوجين؟ ماذا ينتظر ثنائينا في الحلقة القادمة؟ لقد فاز بقلب باران. تعلمون جميعاً المثل القائل بأن أنثى الطائر هي التي تصنع العش. حقق ديلان ذلك من خلال تحويل كوخ منعزل إلى منزل دافئ. لقد أثبتت مرة أخرى أنها زوجة مثالية لباران. علاوة على ذلك، فإن حالة العزلة هذه أعطت للزوجين الفرصة لمواجهة الأحداث غير السارة التي مروا بها. أخبر ديلان باران بالخطأ الذي ارتكبه. نعم، عندما ننظر إليها، فإن جرح الخنجر الذي أصاب باران مخيف للغاية. ومع ذلك، فإن ضغوط أزاد لا نهاية لها. لقد كان الأمر بمثابة كابوس بالنسبة لديلان عندما أجبرها على أن تكون مع باران. ونتيجة لكل هذه الضغوط، وقع ديلان في موقف خاطئ. رأى باران الحقيقة في هذه العملية. والآن خففت وجهة نظره حول ديلان في الحلقات القادمة. خطر في القصر. الحلقات القادمة ستكون أفضل لديلان وباران. سيتفق باران بشكل خاص مع ديلان طوال هذه العملية برمتها. تعتبر كلمات الثقة التي قالها باران مهمة جداً أيضاً بالنسبة لديلان. لن ينحني بعد الآن لمخاوف أزاد ويسيء إلى باران. وعلى الرغم من كل هذا الوضع الجيد، فإن الخطر لم ينتهي بعد. حسن في حالة تأهب لإثارة المشاكل مرة أخرى. علاوة على ذلك، كما لو أن حسن لم يكن كافياً، فإن ديريا التي تضيق أزاد باستمرار لا هوادة فيها أيضاً. الثنائي سوف يهاجم ديلان من جميع الجهات، لكن لا داعي للخوف. سيعمل باران وديلان معاً مرة أخرى كما كان من قبل ويتغلبان على الشر. والحلقات التي نريدها جميعاً ستبدأ قريباً. سوف يصبح الزوجان اللذان سيدركان مدى أهميتهما لبعضهما البعض أقرب. استعد لحلقات مليئة بالحب والرومانسية. حياة باران في خطر. ديلان عاجز. تستمر الإثارة بأقصى سرعة في سلسلة زهور الدم. وكان لأزمة الخناجر بين باران وديلان تأثير سيء للغاية على مجرى أحداث المسلسل. لقد تغير منظور باران تجاه ديلان بشكل سيء. في ملخصاتنا السابقة، أكدنا على أن ديلان بحاجة إلى أن يسامح نفسه. الآن جاءت هذه الفرصة لديلان. فهل سيتمكن ديلان من مسامحة نفسه؟ باران وجها لوجه مع الموت. تتطور رحلة باران وديلان في الغابة إلى مرحلة غير سارة.